كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، والتحيه لضيوفك الكرام كابتن علاء ميهوب، الكابتن احمد بلال، الكابتن عادل مصطفى، والكابتن اسامه حسني، ولكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عايز اقول لك احنا موجودين دلوقتي يا كابتن ايمن في قلب ملعب ترابط. طبعا في بعض الاحتكاكات ما بين افراد الامن والجماهير، لان اعداد الجماهير هنا تتجاوز اكثر من 10,000، ده غير اللي موجود خارج الملعب يا كابتن ايمن. يعني الاعداد كتير جدا عن العدد المسموح فيه. كابتن سيد عبد الحفيظ وكان واقف مع مسؤول الكاف والكابتن سمير عدلي بيتكلموا على هذا الامر، وان الامر يعني الكاف بعت فاكس ب 5,000 متفرج. الاعداد اللي موجوده قدامنا دلوقتي يا كابتن ايمن تتجاوز ال 10,000 15,000، ده غير الاعداد اللي موجوده بره. طبعا كان في بعض الكنابل المثيره للدموع حاول ان الامن يضربها. طبعا لعيبه النادي الاهلي لما نزلت لارض الملعب ما قدرتش انها تكمل عمليه الاحماء من شده الغاز المثير. ايضا حكم اللقاء فيكتور جوميز نزل لارض الملعب ما استغرقش اكثر من 10 ثواني او 15 ثانيه وغادر ارض الملعب، ويعني باين على وشه علامات الاستياء. استدعى مسؤولي الكاف واقف بيتكلم معاهم داخل غرفه الحكام. بعد مسؤولي الكاف واقفين دلوقتي حاليا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ ومستر بيتسي وموسيماني. لكن يعني بدات يعني في الوقت اللي انا بكلمك فيه دلوقتي يا كابتن ايمن، حضرتك سامع، بدات يعني الجماهير كمان تتوافد بعدد كثره على المدرجات. طيب هل النادي الاهلي ممكن يتكلم في موضوع ان هو ملتزم بال 5,000 متفرج؟ يعني ممكن يطلع، انت بتقول لي على الاقل في 10,000 متفرج في الملعب، هل النادي الاهلي ممكن يعترض على كده ويقول انا 5,000 متفرج بس اللي يكونوا موجودين ويطلعوا الباقي؟ بالظبط يا كابتن ايمن، خليني اقول لك ان من البدايه كان من الاجتماع الفني الكابتن سيد عبد الحفيظ يعني شدد على هذا الامر مع مسؤول الكاف، قال لو العدد تجاوز ال 5,000 متفرج ايه اللي هيتم؟ دلوقتي الكابتن سيد بيتكلم مع مسؤول الكاف، النادي الاهلي بيطالب بالالتزام بال 5,000 متفرج، لكن انا بقول لك الاعداد جوه الملعب طبعا بتتجاوز ال 10,000 15,000. يعني دلوقتي انا بكلمك الاعداد بدات تتزايد كمان عن ال 15,000. في هذه الاثناء كابتن ايمن، الكابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سمير عدلي، طبعا اللعيبه داخل غرف خلع الملابس دون اجراء عمليات الاحماء. واقف الكابتن سيد عمال طبعا تستشهد ببعض الفيديوهات من ارض الملعب. كل الامور دي الكابتن سيد واقف مع مسؤول الكاف اللي طبعا شايفين الامر. نفس الامر ايضا على فيكتور جوميز اللي نزل لارض الملعب، شاف الصوره وشاف المشهد يا كابتن ايمن، بدت عليه علامات الاستياء وغادر ارض الملعب. كويس قوي. في اللقطه ديت اللي قدامك دلوقتي، حكم المباراه ممكن يقول انا مش عايز غير 5,000 متفرج في الملعب، او مراقب المباراه يقول انا مش عايز غير 5,000 متفرج في الملعب، ايه الحل في التوقيت دوت؟ هو بالفعل يا كابتن ايمن اللي حكم اللقاء اللي برضه اللي احنا عرفناه من مسؤول الكاب ان حكم المباراه طالب المسؤول الامني اللي موجود في من الكاب وقال له ان العدد المسموح فيه 5,000 متفرج. دلوقتي عشان تقدر تحسم الامر هي مشاورات دلوقتي داخل الغرف ما بين مسؤول الكاف وطاقم التحكيم. اعتقد ان فيكتور جوميز رافض تماما وشايف ان الامر بالنسبه له، يعني انا ما خدش بقول لك يا كابتن ايمن 10 ثواني وغادر ارض الملعب وهو بيستدعي مسؤول الكاف وعلى وجهه علامات الاستياء من المشهد والاشتباكات اللي بتحصل ما بين افراد الجماهير وافراد الامن. يا فاروق انت بتقول لي ان في زيهم بره الملعب. بالظبط يا كابتن ايمن، واحنا داخلين الاعداد اكتر من اللي موجوده في الملعب. يعني خلي بالك ده ممكن يعمل لهم قلق ومشكله بره الملعب اكتر من جوه الملعب كمان، يعني حتى هيبقى في خطوره على لعيبه النادي الاهلي او بعثه النادي الاهلي. اعتقد حضرتك سامع معانا بعض يعني اصوات القنابل المثيره للدموع طبعا لفرقه بعض الجماهير طبعا المتواجده خارج الملعب. وايضا اللي يعني انا بدا دلوقتي الامن، يعني خليني برضه اعرضك من الصوره اكتر، وده كان بتعليمات من مسؤولي الكاف ان بدا الامن يخرج بعض الجماهير من ارض الملعب من المدرجات عشان نكون واضحين في كلامنا. بدا الامن دلوقتي مع مسؤولي الكاف، اعتقد ان مستر فيكتور جوميز حكم اللقاء طالب بهذا الامر. بدا الامن ان هو دلوقتي يعني يكون موجود في المدرجات يفرق الجماهير ويبعد الجماهير ما بيستمر بقى العمليات فصل الزجاجات على افراد الامن جمهور الفرق التونسي. طب هل هي مسؤوليه تنظيم المباراه ومسؤوليه تحديد عدد الجماهير مش لازم يكون في مسؤول من الكاف مع المسؤولين اللي هم تبع الترجي التونسي؟ بالفعل يا كابتن ايمن كلام حضرتك يعني صحيح 100%، وايضا بيبقى موجود مسؤول امني. مسؤول الامني يعني بالمناسبه كان الكابتن سيد وهو بيتكلم معاه بالامر في هذا الامر قال له يعني بالعربي كده زي ما بيتكلم، قال له انا مش هقدر اعد الجماهير واحد واحد،
ايوه بس بتبقى ملحوظه، يعني حتى من غير ما يعدها بتبقى ملحوظه. هي دي بالظبط يا كابتن ايمن، هي دي اللي لاحظها فيكتور جوميز اللي حكم النقاط اللي اول ما نزل، شاف ان الاعداد متجاوزه كتير جدا ال 5000 متفرج، ودلوقتي خلاص الامن بدا ان هو يبعد الجماهير ويخرج الجماهير خارج الملعب. لكن انا اعتقد يا كابتن ايمن ان الجماهير مش هتخرج بره. ماشي لحظه، انت بتقولي بيخرج الجماهير، هل بيخرج كل الجماهير ولا بيخرج اعداد زايده؟ لا بيخرج اعداد زايده يا كابتن ايمن، بس برضه الجماهير بتخرج بتروح على المدرج الثاني، لان المدرجات تعتبر مفتوحه على بعض. طب معنى كده ان الماتش مش هيتلعب في ميعاده. دلوقتي يا كابتن ايمن بدا اللي هو فيكتور جوميز ينزل ثاني لارض الملعب، معاه مسؤول الكاب بيعاين يشوف عدد الجماهير هل يتوافق مع ال 5000 ولا لا. لكن لا، في الوقت اللي انا بكلمك فيه الاثنين المساعدين مارتينيز رودريجو وفوسنتي واقفين بيتابعوا وبيشوفوا عدد الجماهير. لكن اعتقد انه ممكن بدايه المباراه تتاخر يا كابتن ايمن عن الساعه الخامسه بتوقيت تونس. اتفضل يا سام. يا فاروق انت في الملعب دلوقتي يا فاروق؟ احنا موجودين بالفعل في الملعب يا كابتن علاء. طيب دلوقتي في قنابل المسيله للدموع، الامن تعامل بيها دلوقتي مع الجماهير دلوقتي حالا. بالظبط يا كابتن اسامه، ويعني مع شده القنابل لقيت النادي الاهلي ما قدرتش انها يعني تجري عمليات الاحماء غادرة ارض الملعب، كان في بعض الاغماءات السريعه لكن يعني تم يعني تدارك الامور سريعا واللعيبه خرجت من ارض الملعب والتوجه الى غرفه خلع الملابس. يعني هو لسه قدامنا فتره ان اللعيبه تنزل مره ثانيه وتعمل اجراءات الاحماء، يعني ممكن كمان المباراه ما تتلعبش في ميعادها. نعم يا كابتن ايمن. بقول لك اللعيبه دخلت، انت بتقولي دخلت اوضه اللبس تاني، معنى كده لما يبدلهم الحكم الامر ان هم يرجعوا تاني يعملوا اجراءات الاحماء هتاخد فتره، فبالتالي المباراه مش هتتم في موعدها. بالظبط يا كابتن ايمن، ده كلام صحيح. 45 دقيقه هتبدا لسه فتره الاحماء من بدايه نزول اللاعبين لارض الملعب. لعيبه الاهلي غادرت ارض الملعب دون اجراء العمليات الاحمائيه، وايضا لعيبه الترجي غادرت ارض الملعب دون اجراء العمليات الاحمائيه. ويعني وقت المباراه يا كابتن ايمن اكيد مش هتبدا في الساعه الخامسه، لان الحكم كان مشدد بالامس ان مده التدخين لكلا الفريقين او في الاجتماع الفني قال انها تكون 45 دقيقه. بنتكلم دلوقتي يا كابتن ايمن ان احنا الساعه دلوقتي بتوقيت تونس 4:30 و5. اعتقد لا يعني اللعيبه عقبال ما تنزل لارض الملعب موعد المباراه ممكن يوصل للساعه 5:30. يعني في قدامنا يمكن كمان ساعه كمان.